كثيرين تغير شكل الدراسة في الجامعات البريطانية، فبعد أن كانت مزيجاً من العمل والمتعة باتت محاطة بالكثير من المخاوف والقلق بسبب كورونا، والطلاب عازمون خلال العام الدراسي المقبل على تعويض كل ذلك من خلال التطعيم. إذا لم أكن ملقحاً فربما تعذر علي المشاركة في الكثير من الفعاليات والمباريات والاحتفالات، وهي جزء مهم من الحياة الجامعية، لهذا فقد قررت أخذ اللقاح. من الضروري منح الناس الخيار للحصول على اللقاح وعدم إجبارنا. وتشير الدراسات إلى أن الاعتقاد السائد بأن كبار السن فقط هم الأكثر تأثراً بالكورونا وراء تراجع أعداد المقبلين على التطعيم من صغار السن، الذين تصل أعدادهم حالياً إلى أكثر من 3 ملايين. لابد أن نوضح لهم الحقائق العلمية، أن الفيروس يمكن أن يسبب للشباب مرضاً شديداً، وهناك الكثيرون في المستشفيات من صغار السن، وهناك كوفيد المزمن، وهو الذي يستمر فترة طويلة بأعراض خفيفة. ويدعو الخبراء الحكومة إلى المسارعة بتوضيح الحقائق للشباب الجامعي والأسباب الحقيقية وراء ضرورة حصولهم على اللقاح بأسرع وقت ممكن. وبينما يعود الطلاب الشهر المقبل إلى مقاعد الدراسة في جامعات مثل هذه، فإن الرسالة الأكثر أهمية الموجهة إليهم هي أن تلقيهم اللقاح لا يحميهم فقط، بل إنه يوقف تفشي الفيروس في المجتمع ويعيده ولو قليلا إلى سيرته الطبيعية الأولى. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.